إذا قيل لك إذا كان التوحيد بهذه الأهمية فما الدليل على هذا؟ فقل: العالم المتبحر في العلم بحاجة إلى التذكير بفضل التوحيد، فما ظنك بعوام الناس؟ ما الدليل؟ في صحيح ابن حبان وعند الحاكم من حديث أبي سعيد أن موسى قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك وأذكرك به، فقال الله عز وجل: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. هو لم يقل هذه الكلمة من باب التقليل لشأنها، ولكن من باب تذكيره بفضل لا إله إلا الله. فقال الله عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله.